وصف لي مشاعرك وانت بهذا المكان الطاهر. يعني اعتبر هذا المكان اقرب نقطة الى السماء حقيقة. عندما ادخل الى الضريح استلهم مشاهد التاريخ منذ سجن الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه والى هذا اليوم. هناك تاريخ مغمور بالدموع بالدماء بالكفاح بالجهاد بالنضال. شيعة أهل البيت على مر هذا التاريخ الطويل يكافحون من أجل عقيدتهم، من أجل الإيمان، من أجل عراق حر كريم، ودفعوا أثمانا باهظة. وعلى هذا الجيل والأجيال القادمة أن يحتفظوا بهذه الأمانة من أجل بناء وطن حر كريم. تحدثنا هسه عن بعد هذه المقدمة الجميلة والراقية والحقيقية والعميقة، شو تحدثنا عن جناحكم؟ هذا جناحي يمكن ثالث حضور أو رابع حضور ومشاركة في معرض الجوادين سلام الله. بي طبعا كتب متنوعة بين تفسير القرآن بين نهج البلاغة، وأيضا أخيرا روايات كتبتها. على سبيل المثال أشير إلى آخر أساطير الحب، وبطلة الرواية ميسون غازي الأسدي، شهيدة استشهدت عام 1985، حكمت بالإعدام شرقا حتى الموت، وهي من أهالي الكاظمية المقدسة. السبب؟ حقيقة طبعا العقيدة الدينية، الولاء لأهل البيت. خطيبها كان من المجاهدين في الحركة الإسلامية واعتقل، وطبعا أنا أميل إلى أنه كان يقوم بالتحضير لعملية اغتيال الطاغية صدام باعتباره كان يعمل في أحد المستشفيات. كيف تحصل على المعلومة وتوثقها؟ نعم، هناك طبعا مصادر. على سبيل المثال أبرزها مذكرات سجينة يؤرخ ويوثق لحوالي 15 شهيدة في طليعتها: ميسون غازي الأسدي، فاطمة الحسيني، أمل الربيعي، عواطف الحمداني، وسلوى البحراني، ورجيح الخطيب، وأخريات. قائمة طويلة. نعم طويلة جداً.